المخزن فاضي؟ فاضي. فين السلاح يا شيخ مهيوب؟ انا مش موريك الصور بتاعت المخزن وكان فيها السلاح. وقلت لاخوك المرحوم اداهولك قبل ما يموت بيومين. هتنبيه ملعوب ده ولا ايه؟ لا خلف، جاب رجالة وقوم نهبوا المخزن قبل ما احنا نيجي. ايه كانوا لابسين طاقية لخفة؟ حدش يتجرأ يخش المنطقة من غير ما يخبط على بابنا واخد الامان. حاتم بيه حقي الشيخ كريم هيتفاهم معاك فيه. ايوه حقنا ما حنسيبهوش. حقك وحق انا يا شيخ مهيوب. ده سلاح بمليارات، سلاح بمليارات، سلاح بمليارات. ليه هتحاربوا اسرائيل؟ وديت فين السلاح يا جدع انت؟ هتتهمني ياك؟ وديت فين السلاح؟ ما تستعبطش. جرى ايه يا شيخ العرب؟ حاتم بيه اتخبط في نافوخه ولا ايه؟ انا فعلا اتخبطت في نافوخ يا خلف، بس عارف امتى؟ لما صبرت عليك طول الفتره دي كلها. اللي عملته ده مجنون انت ولا حاجه؟ مكانك هاد انت هو، حدش يعمل حاجه. شيلوا شيلوا الشيخ خلف، شيلوا بسرعه. ايه كلام بعدين؟ ما لحقناش ننقل المستشفى، كان دمه صفى. حمود الموس خنك تتسم الرصاصه. كيف تقول الرصاصة جت في القلب وهي في الكتف اليمنى؟ علي الطلاق، جت في القلب. سبحان الله، هذا الرجل مبروك يا شيخ. يا مزار الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هات ياد الموس. يا شيخ شد عزمك. شلتها في سرة سرقوها مني.
الله واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. يا زمن سيدنا ايش خلف؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حي باقي له الدوام. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.